الكاملين اللي هو عالم المثل. هو قال على العكس، ده هو عندما يرى النقص فانه يشير الى ضروره اكماله، ومن هنا كانت حكايه التطهير وما الى ذلك. انا شايف انه على الاجمال على مدار التاريخ كان الادب يمثل نوعا من انواع الابراء التطهير اذا شئنا، لكن ليس على هذا النحو اللي هو يعني مش نحو الارسطي اللي هو القديم يعني، لكن اجمالا كان يقدم خبره اضافيه واجمالا للبشر. تحكمه معايير الخير والحق الحق والخير والجمال والجمال. تمام يا طيب. انا هستأذنك لفاصل وللاسف الوقت يمضي سريعا، باقي دقائق معدوده، فنرجع لحضرتك وان كان والله في اسئله كثيره بطبيعه الحال، ما اعرفش هنحتاج حلقه ثانيه ولا لا، لكن عموما نخرج الى فاصل ونحسم هذه المساله ان شاء الله مع ضيفنا.